ايها القاضي، انا من حقي اخد الولا واضمه لحضنتي، لان انا اللي تعبت وانا اللي حملت فيه في بطني 9 شهور، وانا اللي سهرت عليه وعلى اكله وعلى جنيته كلها. ايه رأيك في كلام الزوجة بانها رفع قضية في ضم الطفل لحضانتها؟ بالمنطق سيادة القاضي، حضرتك لو حطيت جنيه جوه المكنة عشان المكنة تنزل لك بيبسي، والمكنة فعلا نزلت لك بيبسي، مين اللي ياخد البيبسي، انت ولا المكنة؟ انا طبعا. نفس الكلام ينطبق على الطفل سيادة القاضي، يبقى مين المفروض اللي ياخد الطفل، انا ولا الزوجة؟ تصدق اقنعتني يا ابن الايه؟